نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف المفسرون في سورة الرعد أن الله سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد، فبعضهم قال إن لا نراها، وبعضهم قال إنها رفعت بغير عمد فقط، فما رأيكم؟ اقرأ الآية. وهو الذي رفع السماوات بغير عمد نراها. أخطأتها. اقرأ زين. ما أذكر. من يقرأها؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. نعم، المفسرون اختلفوا، هل قوله ترونها جملة مستأنفة أو هي صفة لعمد أي بغير عمد مرئية، والظاهر أنه ليس لها عمد، وأن المعنى الله الذي رفع السماوات بغير عمد كما ترونها ليس لها عمد. والله سبحانه وتعالى قال يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولم يذكر أعمدة تحملها. فالصواب أن السماوات مرفوعة بقدرة الله عز وجل.